اقول لك ايه؟ اه دولت اسهل من فرقه بيها النهارده يا ابوي. اما نشوف. انا بقول لك اهو، لان الفرقه اللي انت بتقول عليها دي كلها بتلعب على المنافسه، فبيبقى الجيم مفتوح. انما بيها النهارده كانت بتلعب، يعني مش عايز اقول لك زون ديفنس، وبيرجع لنص الملعب. امال فين بقى تكتيكاتك بقى طب لعبت بطريقه لعب ايه النهارده؟ انا لسه بقالي اسبوع وانا معايا عصايه هضرب الارض. طيب. طلع بطيخ يا عم مهيب والله شويه. طيب لعبت بطريقه ايه النهارده؟ اوعى تكلمني. مش قادر والله. مش قادر. لعبت بطريقه ايه؟ اوعى تكلمني ازاي بقى؟ ما انا بقول لك اوعى تكلمني، انا لسه ماسك. يعني اوعى تكلمني انا لسه ماسك، اوعى تكلمني انا لسه ماسك. حلوه يعني الطريقه دي. فرصه كمان ماتشين. طب بس نفعت الطريقه دي وكسبت اهو، خدت 3 بونت. ما احنا سرقنا النهارده الكابتن ياسر رضا. قعدنا منيمين ومنيمين ومنيمين، وبعدين في الاخر هوب لطشنا الهدف وجرينا. وقلت له اوعى تكلمني. لا ما خلاص بقى، كلمني بقى زي ما انت عايز، مش حاجه مصفر. وخدنا التليفون. اقسم بالله مسرحيه مسرحيه. عامل ايه يا كابتن، اخبارك ايه؟